Can hear the demons call when they do what they do. And now I'm feeling taken off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. السلام عليكم عزيزي الحراق، عزيزتي الحراقة، صديقي المحزوق، صديقتي المحزوقة، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناة منوعات مغربي في إسطنبول. هذا الفيديو تحت شعار بيع الجريمة وريسكي على الميمة. دونك قبل ما نبداو، قال لك سيدي اقتران بلادي ولا عسل بلادات الناس. هاد الهضرة كانت زمان، دابا اخويا راه القطران ولا راه قدو قد زيت الرومية، دابا تا هو ولا سوا 10 دراهم ولا 12 درهم. دونك حتى القطران ما لقيناش. دونك القضية وسط العظم، الشباب ما خدامش، بلان كيبغي ريسكي كدا. كيما قلت لكم، هذا ماشي دعاية باش انني نشجع الناس يحرقوا ولا كدا، ولكن انا داير هاد القناة هادي وداير هاد الفيديو هادو، بالاخص هاد الفيديو التوالى بعد التفاعل اللي لقى الفيديو الاول والفيديو الثاني. فقررت باش ندير هاد الفيديو هادو كفيديوهات اللي هما ارشادية، فيهم ما هو ارشادي اكثر وما هو توعوي. يعني كما قلنا، الشباب ما يمكنش تقنع شي واحد انه يغير واحد الفكرة لانه كيشوف صاحبه مشى صوفا راسو، كيشوف خوه مشى صوفا راسو. انا شخصيا عندي 4 الخوت في اوروبا خدامين على راسهم، الخامس غادي توا في الطريق، يعني ما بقى حتى شي واحد، يعني كلشي مشى الحمد لله. دونك وكنشوفهم حتى هما لا سيتياسيون بيان، خدامين 5 بزاف ديال الحوايج. دونك كيصيفطوا البياس، كيصيفطوا العاقه، كيصيفطوا بزاف ديال الحوايج. وهذا غير اكزومبل، يعني كاين بزاف اللي عائلتهم خوتهم راهم في اوروبا عايشين بخير وعلى خير. وهذا حلم وهاجس ديال اي شاب مغربي في ظروف صعيبه، اللي ميسر عليه الامور في المغرب راه ما يسافرش. في طبيعه الحال المغرب راه اجمل بلد في العالم، راه جنه فوق الارض، ولكن هذيك الجنه فوق الارض يستمتع بها الاغنياء فقط للاسف. انت في بلادك، انت مغربي، ما تقدرش دير توريست في اقشور ودير توريست في السعيديه وفي قليطره وفي مهديه وفي كذا وتدور المغرب كامل وانت كتشوف راسك يعني خدام 80 درهم ولا 70 درهم. دونك هذه كتبقى معجزه. دونك تقدر تسافر على برا وتجمع الفلوس وتجي دير الطوموبيل ودير توريست. دابا الاغلبيه اللي جاوا المغرب وعرفوه مزيان واستمتعوا به هما الجاليه اللي كتجي من برا. دونك هذا كان واحد المقدمه جانبيه. الفيديو ديالنا ما فيه لا اشهار لا فاصل ولا مواصل، غادي ندخلوا في التفاصيل ديالك. دونك الموضوع اللي جبت لكم اليوم هو غادي نهضروا على البيت الشبابي في تركيا. كاين اللي غايقول هذا البيت الشبابي ما كيهمش، كاين اللي كيقول لي هكذا واش غندير انا البيت الشبابي، انا باغي نمشي. اولا تعريف البيت الشبابي، البيت الشبابي باين من اسمه، بيت شبابي يعني بيت مخصص للشباب. هذا البيت هذا كيفاش كيكون مميزات ديالو؟ هاد البيت هذا كيكون بيت مشترك بين مجموعه من الشباب. وكيختلفوا هاد البيوت الشبابيه، كاين البيت الشبابي اللي كيكون مختلط الجنسيات، فيه مغاربه توانسه مصريين كذا الى اخره، افغان باكستان الهند، اي جاليه جاتك على راسك تقدر تلقاها، سوريين عراقيين فلسطينيين، كلشي كيجي ريسكي. كاين حتى افارقه. دونك كاين اللي كيدير هاد السكن مختلط، ما كيهموش اي واحد كيكري له من الطرف. وكاين الناس اللي كيتخصصوا فقط في المغاربه، وكاين الناس اللي كيديروا البيت الشبابي عاوتاني. دابا حاليا مؤخرا مع قوه ولاو كيجيو بزاف ديال الدراري اللي هما يا صوابيخ يا مشرملين يا كذا، ولاو كيجيو هاد النموذج بزاف كيجي كيديروا مشاكل، كيديروا بارازيت، سمو لاك البيوت الشبابيه، ولاو كيتهربوا من هاد النوع. دوك المخسرين صحاب السيكاتري صحاب القرقوبي، مع احترامي للجميع، كاين اللي وقع له مشكله، كاين مع احترامي للجميع. الور هاد الناس هادو ولاو كيتفاداو هاد النوع ديال البشر انهم يكريو لهم. يعني قلنا كاينين الناس اللي كيخلطوا جنسيات مختلفه في الايجار ديالهم في هاد البيت الشبابي، وكاين الناس اللي كيديروا جنسيات مغربيه من الطرف، وكاين اللي كيدير جنسيه مغربيه ولكن بالاختيار. كاين تيقول الناس كيتلاقى بك كتقول له باغي نكري، كيقول لك مرحبا، كيجي يريح معاك، يدير معاك قهوه 5 ديال الدقائق، تيطلع تينزل لك. بقيتي عليه ديك اللعبه ديال التارا بنادم والتارا خطوطو، راه التارا مدوزين للحبس، عرف راسك تبات في الزنقه ولا ما تبات، والله تبات في الزنقه، التارا بنادم وكدا طمنا ولا بنادم يا راه تيوصل كيجي يكري عند مول الدار، كيقول ليه تفاهموا الكرا، كيقول ليه الثمن القد والقد، كيقول ليه قول لي اخويا ما في كيبيعوا قرقوبي هنا ولا فيكي، تيقول ليه قرقوبي هز الساكو سير اخويا. دونك الانسان الى جا لهاد البلاد الاخوان، بعدا اول نصيحه كنعطيها لكم، نتوما كتمثلوا المغرب، كتمثلوا بلادكم المغرب. اي واحد كيسولك في تركيا منين انت كتقول له انا مغربي،
وباش تكون مغربي وتفتخر تكون مغربي وتستاهل تكون انك مغربي، خاصك تبريزونتي البلاد ديالك في واحد الصوره وواحد لو كادر اللي هو بيان اورغانيزي، يعني منظم مزيان، يعني تبان منظم مزيان، تبان مغربي راقي، فهمتيني؟ كما كتكون انت في داركم بيناتكم مالين الدار هانيه، كتشبكها مع اخوك، امك تشبكها مع اختك، فهمتي؟ خالتك تشير عليك بمقله، خوك يشير عليك بصباط، اختك الصغيره تسرق عليك السبرديله وراها غدا. ولكن فاش كيجي عندكم شي ضيف كتولي واحد الاسره مثاليه وعائله مثاليه، ماشي كتظاهروا ولا كتمثلوا على ذوك الناس، نو، انتم عارفين بان هذاك هو المنطق اللي خصو يكون بيناتكم، راكم طالقين اللعب، ولكن فاش كيجي البراني هذاك هو المنطق، خاصكم تبانوا مربيين مأدبين كذا، الدار مقدمه موسخاش، الدراري كالم كذا، كلشي تخي كونتون. فوالا اكزاكتومون. حتى هاد البلاد كتجي ضيف عندهم، خلي دوك العادات اللي خليتي في المغرب، خلي داك التشارميه حتى، خليها صاحبي السيف وكذا، وانت راه بنادم ترى ما خدامش داكشي. انا نقول لك اللي كاين هنا تزيكزاكي ما كاينش، داك التفافه تجي في زلافه. يعني اول حاجه غتلقى مشكل ديال الكره، كنتي مخسر مسيكاتريزي مقوت الوشامات وكذا، وانا ما الحسانه وكذا، انا ما كنقولكش راه انا كنعاير الشكل ديالك ولا كان، اذا كان شي واحد يعني من الناس اللي كيديروا هذا الستايل، احترامي الستايل ديال اللبس ديالك، واحترامي الستايل ديال الهضره ديالك، التكوين فاش تكونتي، انا ما كان ماشي ضدك ولا، انا مرحبا باي واحد جا، ما كاين حتى شي مشكل. دونك بالنسبه لي انا كاع الناس بحال بحال، يقدر يكون واحد مدوز الحبس وخرج من الحبس وكيصلي وعفى عليه الله ولا كذا ولا على الاقل كيدير الخير بينه وبين الله مزيان، يقدر يكون واحد مخسر من وجهه كذا وتابع عليه الله وحسن من واحد ما، يعني هادو حوايج، انما الناس كتحكم على المظاهر، انا كنقول لك الناس كتحكم على المظاهر، سيرتو في الكرة حاليا حيت وقعوا مشاكل، لان مول السكن الشبابي الى ناضوا ليه مشاكل في السكن الشبابي كيجي البوليس كيشم عليه السكن وكيدي الدراري كاع اللي في السكن كيمشيو للكامب، سواء غادي يتم الترحيل ديالهم او غادي تلقاوهم من بعد ويشمعوا ويكتفيو بتشميع لبيت السكن الشبابي على حسب نوع الصداع اللي كان، شي صداع كراف والشيران شكا وكذا، وهذا الدراري كاملين ولو كون الفيزا ديالهم باقي صراحه ولو ما كملوش 90 يوم كيدير لهم الترحيل ديبور للاسف المغرب، كتولي عندك ايشيك دو لا ميسيون، انت جيتي على واحد الهدف ولكن بقيتي تابع قرقوبي والشراب والانحراف والغوات وكذا، حتى خرجتي على راسك وصدقتي رجعتي وخرجتي على صحابك اللي معك في الدار. الور انت كمغربي هنا خاصك تكون مؤدب. دونك البيوت الشبابيه هنا في تركيا صعيبه، والاتراك صعب المعاشره ديالهم وصعب المجاوره ديالهم، وصعب كثير ان يكون جارك تركي، صعب كثير، كنختلفوا عليهم بزاف العادات. انا دابا هاد الهضره اللي كنهضر معكم والله الا لا فيديو كتسجل في 3 الصباح، لحسن الحظ انني ساكن في اقامه مغلقه والبيبان ديالها كاين فيهم في السراجم وفي الكادر كاين الجلده وكذا، وهذا دونك انا واخا دير تاع عرس في هذا المجمع ما يسمعك حتى واحد، المجمع مغلق وما كاينش اللي يتسوق لك، دونك كنهضر بلا ليبرتي ديالي. مي هاد لا فيديو كنت سجلته مثلا على برا ديال هذا المجمع في شي حومه ومعايا جيران اتراك، اتراك ديالتي ما تعاودش، تا بربي تيجيو عندي البوليس يهزوني دابا، نقول لكم الواقع. دونك هما الناس كيبغيو الكالم، خويا ساكن في بيت شبابي 12 الليل 11 الليل على الثقيل، وحتى الهضره تكون خفيفه، تا قبل ديك 11 ولا قبل ديك 12 ولا قبل ديك 10 الثقيل، بنادم تيطفي الضو كيرتاح كيتكونسونطرا، لانك انت جاي على واحد لوبجيكتيف باغي تحرق باغي تريسكي، تا واحد ما يعرف كاع شنو باغي دير، وما تعطيني تا واحد راسك خيط راني جاي نحرق ولا، خرج بكل حريه وكذا، وهذا وجد الرحله ديالك وقاد الامور ديالك وأورغانيزي المسائل ديالك، الفلوس راك عارف حاطها في لاكارت كاين شي ما كانش اللي غيديها، الكود عندك غير نتايا، عندك غير شي حاجه قليله في الجيب باش تقدا وتطق وتزهق وراك مك، كون عسكري كون مغربي حر، كون ذكي كون انتيليجون، كون انتيليجون، دعي الله اطلب الله باش الله ربي يسخر لك سبحانه وتعالى في هذه الرحله هذه، انت مهاجر على واحد الهدف اللي هو يعني ربي اللي عارم بالظروف ديالك، عندك الكريدي، عندك امك مريضه، عندك باك خصو اوبيراسيون، باك شاد تقاعد ما خدامش ما خلاو له حتى لعبه، درتي بروجي ومشالك، غدرات بك زهيره وتزوجات واحد كيمشي للخارج وبغيتي تنتقم وتمشي انت تبرا وتخدم وتجيب انت شي وحده اخرى قوريه كاع على ودها ولا كذا، دونك لكل واحد الهدف علاش هاجر اليه، كل واحد عنده السبب ديال الهجره، والهجره قلنا كانت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من 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 مكه الى المدينه. طالع البدر علينا من ثانية الوداع جيت شرفت المدينة جيت بالأمر المبين.
دونك الهجرة كتكون لعدة أسباب. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان السبب أنه كان مضايقات من الكفار، وكان كذا، وكان بزاف ديال الحوايج، وضاق العيش عليهم. دونك حتى الإنسان اللي بغى يسافر من المغرب حتى هو عنده المبررات ديالو، كاين اللي ضايق عليه العيش، كاين اللي ما قدرش باش يخلص الكرا، كاين اللي ما كذا، كاين اللي فهمتيني، كاين اللي ساكن مسكين، اش نقول لكم، كاين ساكن حتى هو ضاق به العيش مع الكفار، هذا هو اللي كاين. دونك الانسان اللي سبعه ديال الناس في الدار ما خدام حتى واحد، ما ردام حتى واحد، ما لا بطاقه ترميد، ما واكلاش حتى شي حاجه، ما كاينه. دونك ما بغيتش ندخل في لاكوتي بوليتيك، احنا مغاربه وكنبغيو غير مغربنا، وديما شعارنا الله الوطن الملك، ومن حقنا ننتقدوا الحكومه وننتقدوا اللي بغينا، لان ديك الحكومه خدامه عند المواطنين المغاربه، وحنا طبيعه الحال كنعتزوا بمغربيتنا وكنعتزوا بوطننا. وإلا مشينا باش نريسكي ونمشيو لاوروبا راه باش نجيبوا العمله الصعبه ونجيبوا الدوفيز، وحتى مغربي ما كيهرب من حتى مش ما كيهرب من دار العرس الا مشى راه باغي يرجع ويصوفي وكذا، وغتدخل العمله الصعبه والدولار وغدير بروجي وتستقر في المغرب. هذا هو الحلم ديال كل مغربي. حنا ما باغيش نعيشوا في فرنسا ولا خالدين فيها، ولا داتنا الألمانية، يعني العيون الزرقاء ديال الألمانيات، ولا الصفوريات العينين ديال النرويجيات، ولا الزعوريه ديال السويديات. ماشي هادشي علاش كيريسكي بنادم. الانسان كيريسكي على لقمه العيش، العيش الكريم عند المغربي هو يعني رصيد بنكي محترم، بروجي ديالو يتحكم فيه، ودار ديالو، وليداتو مرا مستوره والحمد لله. هذا هو حلم بسيط ديال كل مواطن. هذا هو علاش كيسافر بنادم وكيهاجر وكيقطع 600 بحر و600 جبل وكيعطر وكينقص. دونك اونتر بارونتيز كان هذا، خرجت شويه على الموضوع، غنرجع للبيت الشبابي. قلت الانواع ديال البيت الشبابي اللي كاينين راه قلتهم لكم. نتوما غتمشيو عند باش بغيت تكري، راه ما تشطرش على الثمن. الثمن راه كيلعب ما بين 60 اورو 70 اورو 80 اورو للشهر، وتقدر تلقى حتى 100 اورو للشهر. وهاد 100 اورو ولا 80 اورو ولا 60 اورو ولا 70 اورو راه ماشي كتكري دار، راه كتكري بيت شبابي. والبيت الشبابي مكون على حسب الغرف اللي كاينين في الدار. كاين البيت اللي فيه جوج الغرف، كاين البيت اللي فيه ثلاثه الغرف، كاين اللي فيه اربعه الغرف. وكل غرفه الا كانت صغيره راه قادر فيها ثلاثه ولا اربعه، كانت كبيره شي شويه غيدير فيها خمسه، كان صالون كبير غيجبد فيه 8 ولا 10، والبيت الاخرى حتى هي نفس الشيء. وكيكري بالبلاصه لابونجا، الكاتري، الكاما. دونك عطيتكم مصطلحات كاملين. اس الداري، هزوا الغيفون، الشلوح ديالنا، المهم اس الداري ولا البونجا ولا سميها كيف ما بغيتي انت. دونك كتكري البلاصه، كتكري البلاصه ب 60 ولا 70 ولا 80 اورو، كنا على حسب النظافه ديال، كتلعب بزاف ديال العوامل في ارتفاع الثمن. كاين النظافه ديال المنزل، كاين اللي كيدير عدد قليل ديال البشر ويكري ب 100 اورو ولا 80 اورو، اوليو باش يدير هو 18 ولا 14 كيدير غير 6 الناس. انت الا كانت عندك الامكانيات الماديه مساعدك شي شويه، من الاحسن تاخذ سكن متوسط، ما تاخذش سكن 60 ولا 50 اورو، خذ ديال 70 75 حتى 80 اورو من الاحسن الا بغيتي. ماشي القضيه ديال الرفاهيه، لان كاع الغالبيه اللي كيمشيو لذاك السكن كتلقاهم ولاد الناس محترمين طالبين غير التعادل، ما فيهم ما يتخلط مع داك الخروطو ديال الدار اللي فيها 30 و 40 واحد. كيقولك اخويا امشي واحد الدار فيها 8 ولا 10 الناس ولا 6 الناس نقيين وبخير وعارفين بعضنا والدار زوينه ونقيه الى اخره. البيت الشبابي، صاحب البيت الشبابي ملزم باش يوفر لك البونجا ديالك، كويشات باش تغطى، كيوفر لك دوش سخون، كيوفر لك الويفي، وكيوفر لك الماعن ديال الكوزينه. هادو هما الحوايج الاساسيين. كاين البيوت اللي كتلقى فيهم الثلاجه وماكينه الصابون، كاين اللي ما كتلقاهمش فيهم. المهم بالنسبه لي انا موضوع ماكينه الصابون والثلاجه متجاوز، انك انت اصلا جايب معك اربعه الخرقات ولا سته، ما جايبش حوايج كثار، يعني تصبرهم بيدك عادي، ما عندكش مشكل، وما راكش ساكن خالدين فيها، راك كتريسكي وترجع، تريسكي وترجع حتى تشد ضربه لصقت. دونك ما عندكش مشكل في ماكينه الصابون، حتى الثلاجه ما عندكش فيها المشكل، لان زوفري كيخرج كيجيب كيلو مخلط وربعه ديال الدجاج وكيجي يصاوب كاملته وكينعس، ما عنده في الثلاجه علاش تبكي. دونك هذا هو اللي كاين. بغيتي انت كتطلب قلب على فين كاين الثلاجه، شغلك هذاك. مي انا كنقول لك راك مقبل باش انك تدوز واحد 20 يوم في الغابه، الا كنتي غادي على اليونان، تقدر تكمل مثلا 6 دول اخرين، باقي لك البانيا، مونتينيغرو، باقي لك البوسنه، باقي لك كرواتيا، غدوزها كامله غابات اخويا في الطريق. دونك في الغابه راه ما غاديش تلقى ريش بوند بيزيدور، وغتلقى اوتيل 5 ايطوال، وغتلقى ظروف صعيبه، غتنعس على الخش، تمشى على الشوك، تمشى على الحجر، تمشى غتكرفس، رجلك يتنبلو، غتنعس على ظهرك. اش غادي نقول لك يا خويا، بعض المرات كيشدك الجوع، الا لقيتي اللفت كيجيك اللفت بحال البنان والله القاسم. الماء 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 الماء، شتي الماء الا ما لقيتيش الماء. وبعض الاحيان كتصادف مع الماء ديال بخران وبقاو طلعتش اللي فيك، الله خويا لا تحلف عليه غير شي عصير ديال الليمون بالله بالسكر، بخرار بدا كنقول لك، يا
لان الحاجه ام الاختراع والضروره. سوفي لو سون انت غادي تموت عشيري فوالا. دونك باش ما نطولش، ديما كنقول ما نطولش في الفيديو، كنصدق مطول، نحاول ما نديباسيش 20 اون مينتينو 14 مينيت 15 مينيت. اوكي با دو بروبليم. قلنا سيدي كتختار السكن يكون موس سكن زوين ظريف وعمر هذا، من الاحسن يكون مغربي باش تفاهم معاه ويكونوا الدراري اللي عندهم نقيين. شتي موس السكن اللي تدخل عنده بحال هكذا ويقول لك خويا كاع الحشيش ممنوع، الشراب ممنوع، الدريات ممنوع، الحوارات الثنائيه ممنوع، المضاربه ممنوع، السهر تنص الليل ممنوع، الغوات ممنوع، هذا كري عنده بكل ثقه، الشفره ممنوع ولا شفره نصيفطو للحبس، النظافه الوسخ ممنوع في الدار، اللي وسخ غنخرجو نجري بحالو. كيشرط عليك واحد البنود، الا غير بند من دوك البنود ما طبقتيش غيجري عليك وما غيعرض لك حتى شي حاجه، وتستاهل لانك اتفاقيه درتيها معاه النهار الاول، ما يردلكش فلوسك. تسكو عندو غا نهار يلقاك موسخ ولا يلقاك كدير صداع ولا كتسكر ليه في الدار ولا داير شي موتيف، غيجري عليك وتخرج طويل. الا بغا يدير معاك زوين يرد لك فلوسك. كاينين ولاد الناس يدير معاك زوين يقولك اخويا هشت فلوسك واعطيني اتساع، لانني انا مطلوب عندي الدراري، غيجيو عندي دراري نقيين عسير، ما عنده ما يدير بفلوسك كاع. دونك انا كنقول لك اللي لقيتيه شرط عليك هاد الشروط غير تكون عنده. اما اللي كيقولك اخويا خذ راحتك هانيه شرب سكر قصر، عارف راك داخل على واحد المافيا مقوده تما بقيتي، عارف ما غتحرق ما غدير حتى حاجه، غتولي مبلي بحال هذوك اللي في ذوك الدار، وغتولي الدار معاهم يوميا وتسكر معاهم يوميا، والكوميساريات والحباسات حتى غتجيبها في المغرب حتى تجيبها في راسك. دونك جيتي باش تحرق تمشى جنب الحيط. قلت لكم السكن، السكن سكوات، كيبغي السكوات احترام، ساكنين في الدار ب 10 ولا 8 ما كتخرجوش. حتى راك راه شوف راه حاسدينك، يعني يا بانجي راه مشكله عربي بروبليم اجنبي، ماشي كنقول لك كلشي ماشي كنعمم، كاين بزاف الاتراك الله يعمر هذا، ولكن اخويا هما في ديك الناحيه ديال سوس سوس، ما كيبغوش الصداع، ما كيبغوش الهضره. ركبتي في الطاكسي كتهضر في التليفون بحال هكا كتغوت، يدور فيك مول الطاكسي يقدر كاع يوقف الطاكسي يقول لك نزل اخويا اش بيني وبينك. ركبتي في الدولموش اللي هو الترونزيت ديالنا ولا الفارغو، لا ميم شوز. ركبتي في الطوبيس في الباطو في الباخيره في الطياره في ما ركبتي مع الاتراك، الا هضرتي غيدورو فيك، فما بالك بالليل كيبغيو الكعب، كيبغيو النعاس، كيبغيو يرتاحوا. دونك انت تحترم الحرمه ديال البيت الشبابي، واحترم راسك، وقدم راسك على انك مغربي واعي وفاهم. كاينين بيوت اللي ساكنه فيهم 12 14 16 خلق وما عايقينش بيهم الجيران، اللي كيبغيو يخرجوا ما كيخرجوش بفرقه ب 16 ويدخلوا ب 16، كيخرج واحد بجوج كذا كيتسلوا بيناتهم 15 دقائق، وكيتسلوا لابسين نقيقين وخارجين في الطب بكل ادب، ما كيتبسلوش على التركيات، ما كيديروش شي تصرفات، كينشروا الملابس الداخليه مثلا، ممنوع عندهم ديك انك تنشر الملابس الداخليه في بيت شبابي، تنشرهم هكا في الكولوار يبقوا يبانوا للعامه، غادي يجيو التواركا يقتلوك، يقولك عيالاتنا كيشوفوا هادشي حرام وكذا هادشي ممنوع. المهم شغلهم هذاك، هادو عادات ديالهم. انت جيتي لواحد البلاد غريبه عليك، وتقول لي داك اللي كيدير فيك صعصع ودير فيها كذا ودير، انا كنت كنوقف، انا راك بوسبير كامل كنوقفو، ولا انا ضرب السلطان كنت داير فيه ما عرف شنو، ولا فهمتيني، ولا انا راه سوق الكلب كنت محاكم فيه، ولا انا حباس، ولا ديك العقليه ما خدامه لكش وليدي. كاميرات في الزناقي كلشي كذا، طق الرقمق الصلابه ديالك كيساليو معاك. هنا جيتي باش تقضي واحد الغرض، قضي الغرض سوس تكمش اخويا. جيتي ما عندك ما دير، قول عنصريين ما عنصريينش، قول زوينين ما زوينينش، خويا هذا هو الالوا ديال بلادهم. كيقول لك عجبك الحال بقى معانا، ما عجبكش الحال الزباله تكون زيد خلفه. يعني ما عندك ما تلومهم، لا حق عنصريين، لا حق ما مزيانينش، وما كيبغوش الصداع، وما كنزين، وما كيضحكوش، وماشي شعب. وانت مالك بغيتي تغير لهم الطباع ديالهم، الحضاره العثمانيه ما عرفت شحال من عام وانت جيتي بغيتي تغيرها لهم. ما تبغيش انت اللي يغير لك قوانين بلادك، انت بلادك فارضه قوانين على الاجانب، وهما كيفرضوا القوانين اللي بغاو على الاجانب. دونك انت تيو ليبر، جي ولا ما تجيش، ما عجبكش الحال ما تجيش عندهم، كنهضروا في لا لوا. دونك يعني انت كتجي هنا كتسول، حنا كنحاولوا ما يمكن نعطيكم القوانين ديال هاد البلاد هادي، باش البلاد ما يتزرفش وما يطيحش في شي حاجه بسيطه، هو كان باغي مسكين يدير واحد الكارير مزيان، وباغي يمشي، وباغي يمشي بعيد، وعنده طموحات، وباغي ريسكي، وباغي يغامر على قبل شي حوايج، وكيصدق في الاخر في الحباسات، ولا قاتلو شي تركي. هنا راه الفرد عندهم بحال بحال عاشور، الفرد تركي تناقش معاه كيقول كان كاب باق راق جمعوا بطانه سهلين، كثرش معاك الهضره على التركي. اغلبيه مافيات، اغلبيه مسلحين، اغلبيه كذا، ولكن قلت لكم ما كيتعداوش الا ما تعديتيش انت.
يقول لك الحقه كاين السرقه كاين النصب كاين المافيات كاين كذا كاين الحقره كاين 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 خويا تمشى جنب الحيط اخويا خويا تمشى جنب الحيط غادي كتقلب على البيران وغادي كتقلب على الدريات وغادي كتقلب على الحشيش وغادي كتقلب على الشراب وغادي كتقلب على البلا مع من غادي تتلاقى غتلاقى مع البلا اما الا كنت من الدار للحانوت نخرج نريح في جريده ناكل درهم الزريعه ونمشي جنب الحيط وما عنديش مع بنادم كاع انا سيدي معقد هما معقدين انا اكثر منهم سير اخويا ريح لك في الجرده ضرب كاوكاو ديالك ولا ضرب كار وجبد لك داك المابس ديالك تلهى فيه قلب انا تا فوالا كومونتيني عندي هاد الغار كيفاش ندير خدم في شي حاجه اللي تستافد منها بقى تابع ليا داك الملذات ديال الحياه وكذا انت راك جي باساج يا صاحبي سير توصل اوروبا ودير وريقاتك وتبرع مع راسك سير السويد سير النرويج سير الانجليز سير في ما قال لك راسك لكن جيتي هنا دوز جرتك بخير وعلى خير اصاحبي المهم هذا الفيديو هذا كان مهم بزاف بالنسبه ليا وكنتمنى تبارطاجيه وكنشكر كاع الناس اللي تفاعلوا معايا على الفيديو الاول والثاني اللي هضرت فيهم على الهجره كنشكركم بزاف بزاف وكانت التعليقات كلها محترمه وايجابيه وتعليقات محفزه ما شاء الله يعني جمهور رائع جمهور محترم جمهور ذواق اللي عندي في القناه كنشكركم بزاف الناس اللي كيشوفوني اول مره ما تنساوش ديروا ابوني وتبارطاجيو هذا لا فيديو هذا وتشتركوا عندي في القناه لاننا نستاهلوا يعني جرعه دعم منكم بفضل يعني المجهود اللي كنبذلوه باش اننا نوصلوا لكم الحقائق والمعلومات كما هي ونحاول كندير لا بوسيبيليتي باش نشرح بشرح بسيط دونك كاين حتى بعض الاخوه العرب اللي هما ماشي مغاربه اللي قالوا ما كنفهموش الدارجه ما لوزمون ما نقدرش نهضر معكم بالعربيه الفصحى او كاين بزاف ديال المغاربه وكاين يعني الطريقه هذه كتشرح بالدارجه جو بونس مستقبلا نقدر نشرح لكم مثلا بالمصريه ولكن حاب اعابط شوي ولا بالسوريه ولا فهمتيني ولكن ما انا شوف انا مغربي وكنعتز باللهجه ديالي المغربيه وباغي نبقى نهضر بالدارجه هذا هو الاشكال خويا المصري ولا خويا التونسي ولا خويا اللي ما فهم التونسي غادي يفهمني الجيري غادي يفهمني اللي ما فهمنيش ماشي مشكلتي مشكلتك انت لانني انا تعلمت جميع اللهجات انا الا هضرتي معايا انت كاردني كمصري ك ك ك كليبي كلبناني ككذا باي لغه هضرتي معايا غادي نفهمك انت علاش ما بغيتيش تفهم الدارجه شغلك هذاك حنا راه مملكه عريقه تاريخ ديالها 12 قرن دونك 12 قرن من الحضاره وعندنا ابن خلدون والرازي والفارابي وابن بطوطه وزيد وزيد دونك علماء وكذا نورمالمون خاصك تتعرف على الثقافه ديالنا والحضاره ديالنا فانا لست مسؤولا على جهلك الحضاره والثقافه المغربيه تبارك الله عليكم الاخوان كان هذا هو الفيديو ديالنا كان معكم ميمون على قناتكم منوعات مغربي في اسطنبول مشهور بامير طبيعه الحال في القنوات الرياضيه تبارك الله عليكم الى اللقاء في مناسبه قادمه ان شاء الله استودعكم الله ونتمنى التوفيق للجميع واللي بغى انستغرام ديالي شي لاعب جديد ديال البارسا المهم انستغرام ديالي اخوت هو ميمون بام فيسبوك ديالي ميمون بام غنخلي لكم في الوصف تمايا في الوصف ديال الفيديو اسفل اللي بغى يتواصل معايا مزيد من استشارات ومعلومات ما كاين حتى شي مشكل الموضوع اللي بغيتونا نهضروا مع عليكم نهضروا فيه غدا ان شاء الله الا كان كانت الوقت تسعفني وكانت الخدمه ان شاء الله تسعفني نشوف الالتزامات ديالي وكذا ندير لكم فيديو شوفوا لي غير شنو الموضوع اللي بغيتو اللي بغيتو تعرفوا كاين واحد قال لي بغينا فيديو على المغرب على الحرقه من ا تنزيد من المغرب يعني من المغرب انا كنت شرحتها بصفه عامه ولكن ما كاين حتى شي مشكل نعاود لك نشرح لك المطار الاجراءات الى اخره انت وصلتيش من طوبيس تركبش من تمشي لباس السكن الشبابي من السكن الشبابي تتركب الحراق الطاق الرقم ما قصير حتى للواد ولا حتى للنقطه ولا حتى للكرياج ولا حتى كذا وهذا حتى توصل باذن الله دونك هو فيديو غيكون طويل طوال من هذا دونك نحاول ما امكن نقسمه جزئين ولا ثلاثه الاجزاء غادي ندير لكم الهجره من المغرب الى تركيا الجزء الاول والجزء الثاني من تركيا الى اليونان الجزء الثاني من تركيا الى بلغاريا وغندير جزء عام ان شاء الله ولا بغيتو شي حاجه باقي نزيدكم بزاف كاين معلومات بزاف ما تقال الى اللقاء طولت عليكم بزاف هذا الفيديو كنبغيكم بزاف شكرا بزاف I can hear the demons call when they do what they do and now